كيف حالك يا ياسر؟ هلا منى، اهلا ايهاب، اهلا بضيفكم الكريم في كل مكان. مشاهدين قناة اقرا، الاجواء الرمضانية لا زالت مستمرة، اجواء المحبة والايمانية. ليالي رمضان هي من اجمل الليالي، ليالي تملاها الترابط الاسري والاجواء الاجواء الرائعة بكل تاكيد. لازلنا مستمرين اعزائنا المشاهدين في متحف عبد الرؤوف خليل، هذا المتحف اللي يتكلم عن الماضي الجميل، لمحة من الماضي الجميل بالفوانيس، بالمتاحف، بالقطع التراثية. اليوم معنا النجم الممثل الكبير الأستاذ محمد بخش، حياك الله بداية عبر شاشة قناة إقرأ. يا أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا أستاذ محمد، بداية كلمنا عن أجواء رمضانية اليوم، كيف شفتها؟ طبعا يعني أكيد كل الأجواء الرمضانية هي روحانية، وكل عام والجميع بخير ورمضان مبارك عليكم. احنا كل سنة طبعا بنتشرف بدعوة المبرة متحف الشيخ عبد الرؤوف خليل، كل سنة احنا بنجي نحضر بزارات فعاليات، وهذا الأجمل ما هو في رمضان. فسبحان الله انك انت تعيش الجو هذا بالروحانية والتراث هذا الجميل، وخصوصا انا من المتعلقين بهذا التراث لانه سبق اني صورت فيه في عدة اعمال في هذا المكان. فأكيد يعني الجو الروحاني مع التراث مع الناس الحلوة دي أكيد حيكون جميل بإذن الله تعالى. أستاذ محمد، كيف شفت الأسرة المنتجة اليوم؟ كيف شفت تفاعلها مع الحضور والزائرين؟ أنا كل سنة بأجي ألاقي فيه تطور، في أسر أكثر، في مساحة أفضل، أحس أنه في بياخذوا فرص أفضل، يعني أنهم هم يقدموا منتجهم ويقدموا هذا، هذا شيء جميل. يعني إحنا في هذا الشهر الفضيل يعني أننا نشوف إنتاج الأسر المنتجة هذه بأفكارها بتقديمها، وخصوصا الحاجات الشعبية والأكلات الشعبية والحاجات هذه، أكيد طبعا هذا يضيف للمكان رونق وجمال. شكرا لك أستاذ محمد، وشرف اليوم ظهورك معنا. أعزائي المشاهدين، إلى هنا عندك إيهاب ومنى، تفضلوا. يعطيك ألف عافية.